ومن المعلوم أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هجرة تتميز عن باقي الهجرات الأخرى. فالهجرة عند الإنسان يعني لها أسبابها ودوافعها، ويتحكم فيها عقله وإرادته، وتخضع لتأثيرات كثيرة، منها الظروف البيئية والسياسية والاقتصادية. وهذه الهجرات هي هجرات على عبر التاريخ، يعني نجد إذا نظرنا إلى التاريخ نجد الكثير من الهجرات. ولكن الهجرة التي نحن بصدد الكلام عنها هي هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهي هجرة متميزة عن باقي الهجرات السابقة واللاحقة. وهذا التميز يعني نجده في قضية أساسية، أن هذه الهجرة هي هجرة ربانية، هجرة من رسول اختاره الله عز وجل ليكون رحمة لكل العالمين، هجرة من أجل الدين، هجرة من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الهجرة حقيقة لم تكن هكذا يعني، وإنما هذه الهجرة كما تفضل الأستاذ عبد الرحمن كانت بعد بناء الإنسان، ومرحلة بناء الإنسان دائما تسبق مرحلة بناء الدولة، ومرحلة بناء الدولة تسبق مرحلة بناء الحضارة. فالحضارة هي عبارة عن بناء للإنسان وبناء للدولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة انتقل من قضية بناء الإنسان التي بدأها في مكة المكرمة. هناك عندما بنى أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بناهم على عقيدة لا إله إلا الله، ورسخ فيهم منهج واضح. هذا المنهج تأثروا به، وأصبح يعني وأصبحت حياتهم متعلقة بهذا المنهج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى هذه المرحلة الثانية من مرحلة يعني بناء الدولة بعد بناء الإنسان.